خلينا نروح طبعا للاعلامي المغربي مأمون خلق، هيكون معانا من خلال سكايب او من خلال فيديو كول، يعني نتكلم معاه طبعا، نبارك له بدايه طبعا على التنظيم الناجح والاستضافه الرائعه من المغرب الشقيق للبطوله والجمهور المغربي اللي كان حقيقي على قد الحدث على مستوى الحدث، وكان واحد من اهم عوامل نجاح البطوله، وخصوصا طبعا نوقف بشكل كبير جدا مع النادي الاهلي في مشوار بطولته حتى في مباراه ريال مدريد، رغم ان في جزء كبير من الجماهير المغربيه لكن ما نقدرش نلوم عليهم بالتاكيد انتمائهم وحبهم للريال، يعني كان دافع كبير للتواجد، لكن الحقيقه اجمالا الحقيقه الاهلي كان محل ترحاب كبير في المغرب منذ لحظه وصوله. مأمون مساء الخير وبشكرك على المشاركه، احنا كان لينا لقاء يمكن قبل بدايه البطوله، خليني اشكرك طبعا على المشاركه الثانيه معانا وابارك لك في نفس الوقت على التنظيم الناجح والاستضافه الرائعه من المغرب لبطولة مونديال الأندية. شكرا لك كثيرا صديقي زميلي خالد، وكما قلت سابقا كان لنا لقاء في قبل المونديال، وكانت مجموعة التوقعات والاحتمالات بعضها صدق وبعضها لم يصدق. كنا متعاطفين مع الوداد الحقيقة، ودايما فكرة انه يعني صاحب الارض والجمهور بيبقى استمراره في البطوله مهم لنجاح البطوله، لكن يمكن الوداد خرج بدري قدام الهلال في مباراه يمكن كانت دراماتيكيه، يعني كان الهلال، انا تابعت المباراه، كان الوداد متقدم يمكن للدقائق الاخيره لغايه لما استطاع الهلال العوده ثم حسم المباراه بضربات الترجيح، شفت الخروج المبكر للوداد ازاي؟ صراحة صديقي خالد، كما يمكنك العودة إلى الحلقة السابقة والتي كنت بها ضيفا عليكم، وتوقعت أن الوداد لن يذهب بعيدا في هذا المسابقة، وذلك ما كان. صراحة الوداد شارك في هذه البطولة بشكل منقوص من حيث التركيبة ومن حيث اللاعبين المهمين. تسمعوني صديق خالد؟ تفضل، معاك يا مأمون، تفضل. إذا كما قلت أن الوداد شارك في هذه البطولة بشكل منقوص من حيث التركيبة، من حيث اللاعبين المهمين، وكان متوقعا أن ينتهي مقصيا في الدور الأول، إلا أنه صراحة أن البطولة في حد ذاتها كانت حافزة للاعبين الوداد، ولكن الامور صارت كما لم يطمح اليه او يحبه او اي مشجع ودادي، الاقصاء والاقصاء بشكل صراحه بين قوسين مع كامل الاحترام، لكن بشكل غبي. أيوة. خطا في دقيقه 88، من بعدها طرد العميد الفريق بشكل اثار جدلا كبير في المغرب، كيف اللي عميد الفريق قادم من المونديال تجربة مونديال ان يقع في ذلك الخطا الذي وصف هنا في المغرب بالغبي والبليد. خليني اسالك، هل بتشوف انه الخروج المبكر ده والمستوى والغيابات اللي عانى منها فريق الوداد في البطوله تاثر واحنا خلاص على وشك الدخول في مرحله تشامبيونز ليج افريقي، وخصوصا طبعا انه الوداد المغربي هو حامل اللقب، هل ده ممكن ياثر على فرص الوداد في البطوله؟ صراحة هي رب دارات نافعة، الوداد كان في حاجة إلى رجة، كان في حاجة إلى 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 صدمة لكي يعيد ترتيب الأوراق. صحيح أن الميركاتو تقريبا انتهى وليس هناك زعما انتدابات كبيرة، ولكن ربما التركيبة الموجودة فيها بعض الأسماء التي تراجع مستواها، فيها بعض الأسماء الغائبة. اليوم هناك اجماع داخل الوداد على انها ان القادم يجب ان يكون مخالفا للبدايه المتعثره في هذه السنه، وان الوداد يجب ان يعي انه بطل دوري ابطال افريقيا ويجب ان يدافع عن لقبه باي وجه كان. تابعت ماتشات الاهلي، ولو تابعت قول لي ازاي شفت مشاركه النادي الاهلي، اربع مباريات خدها الاهلي في البطوله، مين لفت نظرك؟ شخصية الأهلي ظهرت إزاي؟ الانطباعات اللي سابها الأهلي المصري بعد مشاركته في المونديال عندكم في المغرب كانت عاملة إزاي؟ ردود الأفعال يعني؟ صراحة الأهلي انتزع تشجيعات مجموعة من مشجعي المغاربة اللي كانوا في حاضرين للقاء كمحبين لكرة القدم. الأداء عموما أداء الأهلي كان لعبة كرة حديثة،
لعب كره جميله، وقف ند لند امام ريال مدريد في بدايه اللقاء، لكن الاخطاء المباشره هي التي اوقعت الاهلي في انه استقبل اهداف كثيره. انا اعتقد بان الاهلي علاقه بالمشاركه الافريقيه سيكون له هذه السنة دور كبير ومرشح بشكل كبير للذهاب بعيدا في المسابقة. تابعت مباراة الهلال والريال وشكلك كده يعني بتشجع المارينجا. انا فاكر قبل البطولة ما تبتدي قلت لي انه لو الاهلي وصل لمواجهة ريال مدريد جماهير المغرب هتشجع ريال مدريد، وده ما حصلش على فكرة. شفنا كتير من الجماهير اللي موجودة في الملعب كانت بتشجع النادي الاهلي، لكن خلينا نروح لماتش النهائي مرة تانية، الهلال والريال شفته ازاي؟ وهل استحق الريال؟ وطبعا الريال يبقى ريال مدريد، لكن هل بتشوف انه قدم مستوى يستحق من خلاله التتويج بالبطولة ولا لا؟ صراحة كما نقول دائما هذا هو ريال مدريد، يعني يمكن يعني نتحدث عن ريال مدريد أولا ثم نتحدث عن باقي الأندية في العالم كامل. ريال مدريد فريق ديال البطولات، فريق يعرف جيدا الفوز، يعرف لا يقبل إلا البطولات. صحيح أن المستوى ديال ريال مدريد لم يكن مستوى العالي، لكنه عرف كيف يدبر المباراة التي لعبهم هنا في البرلين. لعب المباراة الأولى وفاز بمجهود أقل، ثم المباراة الثانية كذلك الهلال سهل نوعا ما مأمورته وفاز الريال كما كان متوقعا، وكما لو أعيدت البطولة مرة أخرى سيفوز بها ريال مدريد أكيد. مأمون خلقي طبعا رئيس تحرير موقع فبراير المغربي، بشكرك شكرا جزيلا، وحقيقة أبارك لكم على حسن الاستضافة وحسن الاستقبال والنجاح في تنظيم بطولة المونديال. ظهرت فيها الحقيقة الملاعب المغربية والجمهور المغربي كأفضل ما يكون.